إلى نادي إيفرتون حيث لعب معه موسما رائعا وتمكن من إحراز لقب هداف الدوري إضافة إلى لقب لاعب العام. بدأ المنتخب الإنجليزي بطولة كأس العالم عام 86 بمستوى متدني وكان بحاجة إلى تحقيق فوز صعب على بولندا وتحقق له ما أراد عندما أحرز لينيكر ثلاثية رائعة في مرمى بولندا لتلعب بولندا مع بارغواي ليضيف لينيكر ثنائية أخرى سهلت طريقه لتصدر الهدافين لتقابل إنجلترا الأرجنتين التي استطاعت الفوز عليها وبالهدفين المعروفين لمارادونا وأبى لينيكر إلا وأن يحرز هدفا شرفيا ليتوج رسميا بلقب الهداف الأول للبطولة. التحق لينيكر بعد ذلك بنادي برشلونة الأسباني وتوتنهام الإنجليزي الذي أحرز معهما بطولة كأس أبطال الكؤوس الأوروبية. وفي بطولة كأس العام 90 أحرز لينيكر مرة أخرى 4 أهداف جعلته اللاعب الثامن في العالم الذي تخطى 10 أهداف في بطولات كأس العالم. لعب آخر بطولة دولية مع المنتخب الإنجليزي أمام السويد في بطولة الأمم الأوروبية عام 92 عندما خرجت أمام السويد. سجل المنتخب الإنجليزي 48 هدفا في 80 مباراة لعبها مع المنتخب وشارك في دورتين لكأس العالم.